كريسمس ان اكشن اليوم برانديفو رح نتعرف على سيدتين بيشتغلوا كل سنه ليساعدوا اطفال سانت جود تشيلدرن كانسر سنتر، والسنه كمان معرض جديد منظمينه. خلينا نشوف معي سينتيا ابو خاطر. بونجور سينتيا. ولسلي جابرييل، اهلا وسهلا فيكم. حضرتكم مش اول سنه بتنظموا هالمعرض، هيدي للسنه الثالثه على التوالي. لسلي، كيف بلش التعاون مع سينتيا؟ أنا وسينتيا أصحاب بالأساس، وقررنا من 3 سنين إنه نعمل معرض ونعطي كل الرعي لمؤسسة خيرية، ونقينا الـ Children Cancer Center سانت جود من 3 سنين. ويعني دليتيني على سينتيا Children Cancer Center. سينتيا بتشتغلي كثير إيفنتس أو معارض أو أي شيء كله ريعه عم بيروح للسان جود. للسان جود. نحن بنعمل معارض، وخاصة أنا كثير قريبة من السان جود، فوقتها طلعت الفكرة أنا ولسي إنه نعمل معرض سبيشلي لبنيز ديزاينر برودكت، قلنا بدنا از سوشيال ريسبونسابيلتي نعطي هالرعاية لمستشفى يلي هو بحكم لكن ريع كل المعرض او كل شيء مبيع بالمعرض عم بيروح لاطفال تشيلدرن. هو بارت اوف، لانه اكيد في الديزاينر بيخلوا انه بارت فور ذيم، وفي بارت بتروح للمستشفى يلي هي مهمه. يعني بيج بارت. نعم اكيد، يعني الا ما يكون في شويه حاجه يوميه او بسيطه لاتمام هالمعرض. اكيد. لسلي، اي متى وين رح بيكون المعرض السنه؟ المعرض بكره لنهار الاحد، يعني من الخميس 11 للاحد 14 بالجري اوتيل، اللي بنشكره لانه اعطانا اللوكيشن اللوكال تبعه. رح يكون المعرض من اي ساعه لاي ساعه؟ من 11 على بكره 8 عشيه. وهو عندنا اكتيفيتيز ما بعرف بنحكي عنهم هلا. اكيد بدنا نحكي بعدين عن كل شيء، عن كل تفاصيل المعرض. اول شيء، شو اللي عم بيكون معروض هنيك؟ حيكون عندنا برودويات من كل شيء، يعني عم نشوف الفلاير على كل فيه كل التفاصيل. نحن بنجرب يكون عندنا مين ما بيفوت يقدر يلاقي طلبه، يعني فيك تلاقي كل هدايا نويل تعمليهم، ان كان للبيت او اذا بدك تشتري جولري ولا اكسسوارز ثياب. كل شيء عم ينعمل بلبنان عم نجرب نشجعه ونشجع الصناعة. حتى باتيسري، يعني إذا واحد ما بده يشتري في فود ياخد شيء له علاقة بكريسمس بيسكيتس ولا شيء هيك. نعم، يعني عم بيكون مش بس محصور بالتياب، لأنه دايما بس نقول ديزاينرز لبنانيز ديزاينرز منفكر أنه رح بيكون تياب، إنما لا، عم بيكون في كل شيء ممكن أي شخص يعوزه لكريسمس. يعني حتى عنا شخص عم بيعمل اب سايكلينج، انه بيرجعوا بحاولوا قنين البيره بيعملوا منهم كبيات وكل شيء، يعني بيعملوا منهم اكسسوارز. لا مش لايف، لانه بدهم معدات موجودين. بس موجودين يعني جديدين. حتى هالسنه عنا كل سنه بنجرب نفوت شيء جديد. هالسنه عنا دي ارتيست عم بيشاركوا معنا. عنا ميشيل زغزغي كي فوتوغراف، حاطت اميزنج بيكتشرز، وهو اللي فوتو كله رايح لسان جود. انه 100% اوف المبيعات، عاطي كل المبيعات. مزبوط. وفي جان مارك نحاس يلي هو رح يعمل لايف بيرفورمانس، يعني رح يعمل بينتينج اون ذا سبوت، ورح نبيع البينتينج على بالمزاد، يعني رح نجرب نعمل، يعني لنقدر نطلع اكثر ما فينا مصاري. قد ما فينا نطلع قد ما رح نجرب. عم نشوف البعض من المنتجات اللي رح بتكون موجوده، وهون عم نشوف جولري بندنتيف حلو كثير، انما في اشياء كثير اخرى. هيدا شو؟ هيدا ارجيله. ارجيله مودرن. كمان هيدا لبنانية، يعني اتس لبنانيز ديزاين، وكمان انعملت بلبنان. نعم. سينتيا، عم بيكون في كمان انيماسيون خلال المعرض. مزبوط. هلا نحن بكره بنبلش الساعه 11، بس الساعه 6 عندنا ذا اوفيشال اوبننج مع الاستاذ ميشيل فرعون، وزير السياحه. وزير ميشيل فرعون مشكور على مجهوده الكبير للسياحه. شفنا عفوا سينتيا، بس شفنا طاوله زهر مهضومه كثير. كمان مصنعه ومصممه بلبنان. كرسي حتى في فرش للبيت. كرسي هون ولا انا غلطان؟ مهضومة كثير. صواني، فناجين قهوة، طاولات.
فوالا اكزاكتلي هيدي اتس بارت اوف ذا انترتينمنت. عندنا مع الافتتاح بكره عندنا الكورال تبع كنيسه سان جوزيف جيني يغنوا على 6 ونص لل 8 وعندنا نهار السبت باند اسمها راند كمان من 6 ل 8 اتس ميكس اوف ميدليز اوف اغاني لبنانيه دو نويل. نعم يعني هون عم نحكي خميس وجمعه. خميس وسبت. خميس وسبت. الخميس اي ساعه الافتتاح؟ خميس هون نحن بلش 11 والافتتاح اوفيسيال 6 الساعه 6 مع وزير السياحه يلي بنشكره لانه هيدي صوره من صور ميشيل زوزري. نعم يلي عم يبينوا شيء كثير حلو يعني حتى لو يمكن في ناس مش قادرين يشتروا شوز في فور اول بادجيتس وحتى كمان في تيب للاولاد. نعم. في يعني افكار لكل العائله لكل الاعمار لكل الهدايا للكل مش ما بدك تهدي بتلاقي بنجرب قد ما فينا ننوع. نعم. بالبرودوي وبالاسعار. نعم لحتى الكل يقدروا يشتروا. هون عم نشوف يمكن باجز معروضين او هيدا باجز كمان مصنعين ومصممين وكل شيء مشغول بلبنان مزبوط. وهون مش بس عم نشجع صناعة عم نشجع سياحة عم نشجع مزبوط. كمان لأعمال خيرية ولهالأطفال اللي نحن يعني طبعا عندنا معزية خاصة لهم. هيدا أصلا الكوز قريبة على قلبنا لكلنا كل وقد ما منعطي قد ما منعطي ما بقدي it's never enough. نعم. يعني المستشفى بتعرفي اذا مثل ما بتعرفوا بتقبل كل الاولاد وكل التكاليف على المستشفى فعندنا بالسنه مبالغ هائله لنغطي هالتكاليف يعني. نعم. في كثير مبالغ لازم نغطيهم فبنجرب نعمل دائما اكتيفيتيز تان يعني شو قصة ست صبحيه على سيره الاكتيفيتيز؟ ست صبحيه كتاب معمول من لبنانية وكثير مهضومة كتاب الواحد لازم يشتريه في كثير قصص بخصها يعني وقتها بتقريه بتحسي حالك معنية لأنه it points at عن شو بيحكي. هي عنا أصلا editing company عارضين معنا كتب كمان بيطبعوا كتب بلبنان في كثير كتب خاصتهم بلبنان. يعني ست صبحية بتحكي شوي عن المرأة اللبنانية العادات على الصبحية على التبصير في كتير كمان كتب كتير لذيذين هن طابعينهم عن كيف تلاقي حالك ببيروت مهضومين يعني أفكار حلوة وبتخلي الكل يتحمسوا أنه ينزلوا على هالمعرض. منذكر بالوقت لسلي بليز من الخميس للأحد يعني بكرة تحديدا من ال 11 بكره ل 8 عشيه باوتيل لوغري داون تاون بيروت. وقد ما نعطي طبعا بنضل عايزين بمستشفى سان جود. تحيه لكل الموجودين بالمستشفى. انا بدي ازيد بعد شغله رانيا اذا في بدي اشكر كل السبونسرز لانه كل الناس ساعدتنا من كل قلبها. نعم. يعني كل واحد على طريقته وبلاهم ما كنا قدرنا نعمل شيء. نعم. واصلا بلا كل الناس اللي رح تجي كل الاشخاص ما كنا نعمل شيء. نحن السلوغان تبعنا از يونايتد فور ا جود كوز وي ار اول يونايتد وان شاء الله يكون هالمعرض من انجح المعارض. انا ونسلي الواجهه بس في كثير ناس عم بيشتغلوا معنا وراء الكواليس. اي شخص بيشتري يمكن ب 1000 ليره هو بيكون عم بيساهم وبيقدر يلاقي ب 1000 ليره ليشتري. بدي اقول لكم جود لك ان شاء الله المعرض بيكون من انجح المعارض للسنه. بندعي الكل انه ينزلوا. اهلا وسهلا فيك لسلي جابرييل. اهلا وسهلا فيك سينتيا بوخاتر. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك قصير ومن بعدها بنكون مع اي ويتنس.